السلام عليكم خويا عبد الحياد. اذا اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، نربط بكم اتصال مجددا من فاس، اكيد من الشارع ديال قصر العداله اللي كاين هنا بطبيعه الحال. شاهدوا معنا هذه الصور متابعينا ومشاهدينا الكرام، اللي بكل صدق يعجز لربما حتى الكلمات على وصفها، يعني بالقرب من قصر العداله، محكمة في المستوى المطلوب، محكمة بالمعايير يعني المحترمة، ولكن للأسف لا مبالاة المسؤولين على مستوى هذا الشارع. شوفوا معنا، لا مبالاة الناس المسؤولين على الطريق، لأن ما يمكنش بأن نصوب محكمة في المستوى المطلوب وغنخليو الناس يتكرفصوا في هذا الطريق وفي هذا الشارع. فمن يتحمل المسؤولية؟ أكيد خاصة التدخل بشكل عاجل ومستعجل، لأن هذا الشيء راه فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. متابعينا الكرام، الناس كتكرفص، المحامون كيتكرفصوا، كل المسؤولين القضائيين اللي كيجيو لهنا فكيتكرفصوا بطبيعة الحال. فهنا لربما ندق ناقوس الخاطر، خاص التدخل بشكل مستعجل على مستوى المحكمة ديال الاستئناف بطبيعة الحال. حتى أن بطبيعة الحال من الوقائع الغريبة، أنا واحد السيد عاد دابا طاح واحد الروكر هنا، والله الا طاح في هذا الروكار. شوفوا هذا الروكار، يعني الطوموبيل ديالو والله الا طاحت هنا في هذا الروكار، يعني مشكل كبير، مشكل كبير. طاح في هذا الروكار وبداو كيدفعوه، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شاهدوا معنا الشارع كيفاش داير، ربما غنمشي معكم حتى التالي ديال الشارع باش هكا تتضح الصورة. ها الباب ديال قصر العدالة. أكيد كل الشكر للناس اللي كانوا مشرفين على إنجاز هذه المحكمة الرائعة، مواصفات يعني محترمة، ولكن الشارع اللي غيجيب الناس راه كيتكرفصوا. شادوا معنا الحفر والبرك المائية، فتتحول بمجرد سقوط يعني قطرات الغيث إلى برك مائية، وملي كيكون بطبيعة الحال مغير الشفا كتكون الغبرة طالعة هنا، والناس كتكرفص، كتدخل المحكمة مكرفصة، كيدخلوا الناس بصبابطهم كلهم عامرين غيث. هانتوما شاهدوا معنا كيفاش غدير تنزل من السيارة، وأنا شخصيا غندخل بعد لحظات المحكمة وغندخل بصباطي موسخ للأسف، لأن لربما واحد المسؤول تماطل ما دارش العمل ديالو في هاد الخدمه هذه في هاد الشانطي، وما سرعش ربما بالوتيره ديال الانجاز ديالو. فهنا لربما المسؤولين على مدينه فاس خصهم يشوفوا شي حل لهاد الشارع، لان وصل السيل والذوبه. تحدثنا مرارا وتكرارا ولا حياه لمن تنادي. فهاد الشارع كامل يعني غادي نمشي من هاد الشارع حتى التالي ديالو كله ممصوبش، مازال واحد المقطع واحد اخر وانا نقربكم منه بطبيعة الحال تشوفوا.
شوفوا الناس كيفاش كيتكرفصوا للاسف. إذا متابعينا نتمنى لأن بطبيعة الحال هذه الرسالة توصل لمن يهمه الأمر، فماشي معقول هذا الشيء يكون واقع، فنتمنى يدخلوا بشكل عاجل ومستعجل لأن هذا الشيء زاد على القياس. شكرا لحسن التبع ديالكم. مشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله.